فهتجيب واحده تقعد معاك في البيت يا مراهق؟ بتخطرفي بتقول ايه؟ لا يا ليلى، ما فيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش مراد ابوك. انا عايز اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. اختي مزعجه يا مختار، انا عارف مزعجه وشريره. انا اسف يا دليل، اسف. وانت ذنبك ايه يا مراد؟ مش عارف ايه اللي خلاها تفكر في حاجه زي دي وبسرعه قوي كده. ايوه انت سريعه وغبيه. اسمع يا مختار، انا مش عايز لا ليلى ولا اي حد يعرف حاجه عني، مفهوم؟ يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. عارفين طب بابا فوق مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا هقول لك بس انا مش عايز لوحدي، انت عارفه. يلا يا اخويا يلا عشان الفضايح والناس. فعليا مش هينفع. هنتسحب يا اخويا ما تخافش، خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب يلا. قصدك اخت ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبه لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارف اتصرف. اكيد ما تقلقيش، ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل، بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. انا خارج من السجن مرت، ما حلتش الا الهدوم دول. تاخدهم 450 الف جنيه بمكسبهم، يعني مليون ونص. مليون ونص؟ ايه دول؟ الدين اللي عليك، تمن وساخة مراتك وابن عمك. بدأت تعبت معايا قوي يا مختار. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنة برضه مش هعرف ارد لك الجميل. بس في واحدة بقى اليومين دول يا رمزي، لما بقف قدامها بحس ان انا الحرامي، وهي بقى مش ظابط، لا وزير الداخلية. ودي مين دي بقى؟ واحدة كده أول مرة في حياتي يا رمزي أبقى واقف قدام واحدة معرفش أعمل إيه. مش عارف أعمل أي حاجة لدرجة إن مش عارف أبعد عنها حد. الله، طب وليه تبعد؟ عشان ما ينفعش. معلش يا ست الكل، آخر حاجة بقى، هاتي إيدك من إذنك. أيوه تمام. أيوه كده. أيوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع، وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. ومال؟ بسيطة. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتخلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ الشنطة. انا كنت عايزه اساله امتى هيبقى عندي باسبور؟ الاول نتيجه الفيش تطلع، طلع لك شهاده ميلاد جديده، وبعد كده بطاقه، وبعدها الباسبور. هي مش اقل من 20 يوم كده، وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. تعالى اتفضل. انت غريب. طب بس بلغ الناس ان معايا حد. مفتون. ايوه. شوف انا جاي لك مين. هيكون امين شرطه. عادي يا اخويا متعوده. تعال. تعالى تعالى. عطوه. اه. وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوة. ازيك يا ست الكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول له ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه، اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت في صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك. عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس، والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنة وأكتر المخبرين وأمناء الشرطة كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقة. ده لحد قبل ما أمشي من بولاق كان برضه فيه وشوش كتيرة بتسأل عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وأنت جاي؟ يا ستي ما عطوة قال لي إن أنا اتحكم عليا بالإعدام غيابي، فقلت أجيبه عشان أحلي بقه بلقمة. نور عطوة.
الله يبارك لك يا معلم رشد. مصدر رشد. مصدر رشد. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبت عشان نحل بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا استفتون. لا رشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتديله كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بقي باي كلام، هو انا اقرع ونزي؟ وكتاب الله يا استفتون، انا وانا نازل من بيتنا سبت الوليه 20 جنيه، ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع البولاق وجبت. انت هتلوك تاني؟ يعني السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكوا وانبسطت ان انا شفتكوا يعني. ايه يا فتون الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا مش عايز والله. يا مش غريب ازاي؟ زي ما انت عارف ده كل لقمه. راشد فين الدبل؟ حلقتها يا ستي. مش شايفه ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه بده يا اخويا؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسليه. وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجلين. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عماره لا فيها دم ولا جثث. هتخرج بالجثه ازاي قدام السكيورتي؟ ولا الكلمتين اللي قالهم على عسليه لحسوا دماغك وعموا عينيك؟ عسليه طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزه اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمط عسليه بسخمار. الله، مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ اعمل لي كمان اللي مش عايزين نخلص عليه. اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. اتفضلي. كام دول؟ خمسة. حاسب. خليك هنا اوعى تتحرك. طيب. يا اهلا يا اخويا، اهلا. بص بقى بالصلاة على النبي، دول 5000 جنيه، لا واللي جاي أكتر. ربنا يكرمك يا غالية. ربنا يكرمك يا أخوي. إلا قول لي بقى أخبار أم ميزو إيه؟ أنا داخل في 4 أشهر ما شفتهاش. أهو الحتة بقت ضلمة والحارة ما بقليش فيها بقى رزق. آه عندك حق يا أخوي. إلا واخد بالك أنت من المطرح؟ شفت احنا اتغيرنا ازاي؟ بقينا فين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. ربنا يخليك يا اخوي. تشتغل معانا؟ ها؟ ده انا اتمنى. بس عشان تشتغل معانا مفيش راشد، بقى اسمه عادل فكري. مفيش ماستر راشد، بس انت لا مؤاخذه بقيتي ميسيز مين؟ انا فتون، وهفضل طول عمري فتون. لا هنا علي حكم. انا من النهارده خدامك. شفا متشكر يا دايما. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجه، انا اصلا مش عايز حتى انزل بالسرير، طفيت الموبايل، مش عايز اسمع اي دوشه خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينه شويه. جنينه ايه؟ انا بقالي ساعه بتحايل على نفسي اقوم اخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينه شاور؟ طب قوم. يلا ايه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك. اه هحميك. تحميني؟ لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ اه طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 خليك انت، خليك انت، انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه، خليك كده. ماشي. وادي قاعده.
هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا حلوه دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامله مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتخيل بتعملي ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ انا. يا سلام. من كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هسمي لي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمع هاني. ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ أنت جيت إزاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا إزيك؟ الحمد لله. عرفت إنك تعبان فكان لازم أجي أطمن عليك. بس أنت واضح إن صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في ألمانيا. هاني دي. أهلاً يا داليا. إزاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. مالك بتقولها كده؟ أوعى تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعًا. بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ طب انا على اذنكم. نايس ميتينج يو. نايس ميتينج يو تو. سدوني يا حبيبي. اون كوم اوس. سدوني ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي برضه. استر نفسك دي. أنا زعلانة منك. أنا عارف. أنت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا. أنا قلقت عليك. قلت أجي أشوفك كويس وبتتهرب مني. ولا بعد الشر عليك تعبان. ما مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ أنا من البني آدمين اللي ممكن ينشغلوا وفجأة يختفي. وأنا ما اعترضتش بس أفهم. ما هو مفيش طاقة ساعات كده. تعناني قوي. جديدة دي، أول مرة أسمعها. بس كل مرة بتبقى علشان سبب مختلف. أنا ليه؟ فضلت تلف حواليا، خلتني اتعلق بيك، عايزه افضل دايما معاك. دلوقتي خلاص مفيش طاقه. انا ما كنتش بصدق ان ممكن حد يتعلق بحد قوي ويبقى على طول نفسه يشوفه ويوحشه زي الافلام والاغاني القديمه. لا، في انت عملت فيا كده. الغريبه بقى
أنا كمان حصل معايا نفس الحاجة بس مع واحدة تانية. هي كمان مشغولة بحد تاني. تشربي حاجة؟ أي حاجة. كده فهمت، انت كلمتيه هو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني، جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله ابدا يا بابا، انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك، وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته انا قلت لك ايه؟ بابا انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جت لي المستشفى وانا في حاله صعبه، وقعدت تزعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف، قلت له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوب عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي. عادي ايه انت وهي؟ يا ابني ما فيش بيني وبين داليا اي حاجه خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبازي يا عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصه خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع او ملعبك حبتين. انت بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك، انا مش هسمح لك باي تجاوز، انا اخوك الكبير، ما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للابد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني، لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قلت الجرح كلها. انا ماشيه فيري ناستي، هل حد يوصلك؟ في 60 سلامه، سيبها تمشي يا عمته. سيبها تمشي يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا ملي في دماغها ده. أنت متأكد؟ أصل اللي أنا شفته بيقول غير كده. مجرمة وبورنوس. أنت مش فاهم برضه، أنت مش فاهم. بص أصل الموضوع أنا كنت مكسل أقوم آخد شاور. حبيبي أهم حاجة صحتك. أهم حاجة صحتك. أصلها جميلة أوي. يوه بص أنا جاي مصر 24 ساعة عشان أطمن عليك وراجع. أنت لحقت. أيوة يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونة بكرة أسبوع. بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي لي حاجه اشربها. مراد كده اسلم يا فندم. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما رضيش طبعا يسمع كلام الدكتور واصر انه يجي. كويس انك جبتيه. على فكرة أنت شكلك بقيت أحسن شوية. سامع بيقول إيه؟ لا مش سامع، ثلاث ساعات وهتمشي زي ما اتفقنا. طيب ازيك يا سعد؟ طيب اعملي لنا قهوة بقى؟ ماشي أشوف إيه ناقص ورقة عشان أمضي. تعالى يا مختار. تعالى. أنا كنت عايز أكلمك على الكومباوند الجديد. بص يا مختار، أنا قلت لك مش هفتح باب الحجز لغاية لما تخلص كل حاجة. خلص. ألو. أيوة نعيم. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متأكد؟ لا لازم اشوفك دلوقتي حالا. مسافة السكة. سلام. في ايه يا مختار؟ هقول لك بعدين. طب هكلمك عشان اطمن عليك. سوري. مختار، لا مختار دايما مستعجل. هقعد عشان تقرا القهوة. القهوة جاية صدقني، القهوة جاية. يلا انجز عشان عدى من الثلاث ساعات ربع ساعة. عيني أنا تحت أمركم. قول له ما يزعلش بقى، ما عرفناش نوصله لحد ما قابلناك. خد يا أخويا أهو، أديني جبت الفلوس. اشتري له أكلة حلوة وسجاير. وحط له فلوس في امانات السيف. حاضر.
حلاوتك يا موس. انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكره الصبح على طول. اه يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقيش، علي بيفهم وبقدر برضه اللي احنا فيه. سلام عليك يا ست فتون، اصيله والله. امال ايه، راجل وبحبه. اه وتروح تسجل اسمك قبل ما عاد الزياره، معلش هتصحى بدري. اوامر. خليك كلمني من المحمور لما تبقى هناك. المؤاخذه سؤال يعني، هو جوزك ما يعرفش الامل اللي انتوا فيها مش كده؟ يا حسره، وهيعرف منين؟ قول له انت بقى يا عطو، قول له احنا عملنا خميره حلوه ومستنيينه يطلع بالسلامه. اوامر. بقول لك ايه؟ ها. تحط عينك في وسط راسك، انت رايح للحكومه نفسها، هتلاقي ناس راميه ودنها وكلام من ده. ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافس. شكله هيعك الدنيا. لا لا لا، انا واثق فيه، هيودينا في داهيه ان شاء الله. ان شاء الله. والبيت ده كبير قوي كده ليه؟ هتحسدنا ولا ايه؟ انا بقى لي ربع ساعه بتمشى. انما ايه المكان الجميل ده يا باشا؟ اه عشان تنبسط حبيبي يا باشا. هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفيني، انا ماليش في الخمره. ما تجيبلوش حاجه. عسليه سعيد ثابت محكوم عليها ب 10 سنين سجن في قضيه تعدد ازواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيله. بالراحه بس، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزه ايه؟ متجوزه مين؟ يا باشا انا معرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، اي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. انت متاكد؟ متاكد يا باشا، انا عارف انا بقول لك ايه. خد دول. ايه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي، ابقى اجيب لك تاني بعدين. يا باشا في اربعه شبكوا معايا في الحكايه دي، اتنين موظفين معايا في المكتب طبعا غير امين الشرطه اللي كان بيدور على كمبيوتر الداخليه، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه، هي عسليه دي مهمه عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي انا بس. يلا هنستلم. ماشي يا باشا، سلام عليكم يا باشا. ماشي، سلام. كفايه يا مستر مروان، تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي، رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي عن إذنك. قولي لي إيه داليا فين؟ داليا في أوضتها، هي تقريبا كده نايمة، أصحى لك؟ لا 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 ماشي. ماشي بعد إذنك. اتفضلي اتفضلي. هات لي الدرينك بتاعي يا نور. تحت أمرك يا مستر. شكرا. الو، ازيك يا معلم، عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا لا لا، اسال اخوك. اه هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي، مستنيك. سلام. هات الحساب يا مينا.
طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. انتي نمتي ولا ايه؟ لا لا لا، انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش، انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني.